مساء الخير واهلا بكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. اخيرا الاهلي تعادل، يعني 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 بجد يعني احساس حلو برضو، يعني احساس حلو. الواحد برضو بينفس لما فرقه تفضل تكسب 21 ماتش، فلما يتعادل مش تقول اخيرا الاهلي كسب، يعني دايما الناس تقول اخيرا النادي الفلاني كسب، اخيرا النادي الفلاني عمل بطوله، اخير احنا بنقول اخيرا الاهلي تعادل بجد، يعني بجد برضو نفسنا انك تكسب كل حاجة وكل الماتشات حتى ومعكش اللعيبة تكسب النهاردة. حتى يا اخي يا اخي ده فرصة مايلي النهاردة ان يبقى الهداف، وكنا قاعدين كلنا نقول بقى الاهلي مش هاخد كل حاجة، اكيد بيراميدز يطلع له بحتة من الليلة دي كلها، يعني كل الصرف ده وكل الشغل بتاع بيراميدز السنة دي ده وكل الكيد والحواديت والقصص اللي حصلت دي ياخد الهداف حقه بقى. ما أسامة ابو علي كولر معاده 3-4 ماتشات الاخرانيين دول ما بيلعبش، لدرجه ناس قالت لك لا ده لازم وسام يلعب، وانه الجهاز الفني بيتواصل مع مستر كولر يقول له وسام لازم يلعب لان فيستون مايلي هياخد الهداف منه، جاب 3 اجوان في طلع الجيش الماتش اللي فات، فوصل ل 17 جول ووسام 18، فقرب الحق باقي ماتش هيجيب جولين في الداخليه، يعني الداخليه نزل اخر الدوري. طبعا الكلام ده مش مع كولر ولا في الاهلي، ده الناس اللي بتقول كده بتهزر، يعني لانه دي القاب شرفيه، فكره وسام وراحته ملهاش علاقه بالالقاب الشرفيه، لها علاقه ب يعني العمل الفسيولوجي الخاص باجسام اللاعبين. طبعا ده موضوع حتى ما يطرحش، يعني الموضوع اتطرح على السوشيال ميديا هزار يعني، لكن يا جماعه حتى في دي بيراميدز ما خدش هداف الدوري، يعني قاعد اقول انا قاعد اقول يا رب فيستون مايلي يجيب جولين، يعني نفسي احس ان الصرف اللي صرفه بيراميدز دي كل الملايين مئات الملايين دي يطلعوا بحاجه، يطلعوا بلقب الهداف، حتى الهداف برضه كسبها وسام ابو علي لان بيراميدز كسب 1-0 بجول في الدقيقه 90 لاسلام عيسى، وفيستون مايلي قاعد يحاول يخلوه يجيب جول، قفلت خد بالك قفلت مع يعني مع فيستون مايلي، وبالتالي وسام ابو علي اصبح وهو نايم في البيت وقاعد مأنتخ على البحر، معرفش هو على البحر دلوقتي الحقيقه ولا فين، بقى هداف الدوري اهو، هداف الدوري حاجه جميله جدا. مروان حمدي اسف اللي جاب الجول، مروان حمدي اللي جاب جول بيراميدز بيقولوا لي. ف وسام هو قاعد في البيت، واخيرا اخيرا عشت للحظه بقى لي 4 شهور عايز اعيش اقول ان الاهلي خسر نقطتين، يا احساس حلو برضه. ما انت مش معقول كل ما تكسب كل حاجه كل ما الناس هتنفسن عليك، انا منفسن على الاهلي، يعني تكسب كل الماتش 21 مباراه متتاليه وتحطم كل الارقام و و و و اخيرا الاهلي تعادل، حتى هو بيلعب بالصغيرين الماتش اللي فات كسب عشان يعادل الرقم القياسي بتاع 21 انتصار متتالي، بعد ما عادل وعمل كل اللي هو عايزه بقى خلاص اتعادل النهارده مع انبي في مباراه انبي كان كويس جدا، ورغم كده اخر دقيقه يعني انبي كان عامل ماتش كويس الحقيقه يعني، وشباب الاهلي حاول في ظل تدعيم من بعض الكبار زي نيدفيد زي قفشه زي عمر كمال عبد الواحد وكهربا طبعا اللي جايب الجول اخر دقيقه في المباراه، الاهلي مضيع 3 اجوال تقريبا، يعني لدرجه ان عمر كمال عبد الواحد راح لحارس مرمى انبي عبد الرحمن سمير وهناه وشكره وقعد يبص فيه ويسلم عليه لانه شال 3 اجوال في دقيقه ما يتشالوش. الاهلي تعادل 1-1، جاب الجول بتاع انبي احمد نادر حواش في الدقيقه 21 كره بالعرض، طبعا خطا دفاعي دخل حواش حطها في المرمى الخالي، عدت مصطفى مخلوف والديفنس بتاع الاهلي، و جول كهربا الحقيقه جه في وقت الضايع من الشوط الاولاني في الدقيقه 46، وكان قبلها كهربا جايب جول الغاء الحكم، هيكون معانا بعد شويه كابتن توفيق السيد يكلمنا عن الحالات التحكيميه. الاهلي تعادل اخيرا، وعايز اي حد يتكلم عن تعادل الاهلي يقول كده اخيرا الاهلي تعادل بمفهوم الاهلاويه. يا ابني في بعض الاحيان انت بتحتاج حاجه تغزي العين لان العين عليك طول الوقت، فالاهلي بيكسب كل الماتش 21 ماتش يا مفتريين ورا بعض يعني، فاخيرا حاجه تغزي العين، لازم جمهور الاهلي يطلع. بص انا لو منهم اقول اعمل ترند اسمه اغزي العين، هاشتاج كده اسمه اغزي العين. فالاهلي تعادل النهارده الناس تهدى شويه، ما لان العين على الاهلي العين. يعني انت بتكسب وتحقق ارقام وهداف الدوري من عندك واحسن لعيبه من عندك، وكهربا حتى اللي كان على الدكه والناس بتتكلم هو على الدكه واللي فرحان فيه واللي بيكيد فيه، ويومي هو اللي يجيب الجولين الماتش اللي فات والماتش ده، يجيب جول الماتش اللي فات ويجيب جول الماتش ده، وياخد احسن لعيب الماتش اللي فات والماتش ده.
فلما تتعادل اخزي العين، لازم تيجي حاجه كده تخزي العين حوالين النادي الاهلي. الاهلي طبعا ما تفرقش معاه النقطه او حتى التلات نقط، لانه خلاص كسب الدوري ورفع رصيده ل 85 نقطه. بيراميدز بالفوز رفع رصيده ل وصل ل 79 نقطه. الاهلي لو كسب الماتش الجاي هيبقى الفارق كام؟ لو كسب يبقى 88 نقطه، يبقى الفارق 9 نقط. انا قايل لكم الاهلي هيختم الدوري 9 نقط، هيبقى 88 نقطه. لو كسب مودر سبورت الماتش الاخير هيبقى الاهلي فارق الدوري بتسعة نقاط. نزل خلاص زي ما احنا عارفين الداخلية اللي خسر النهاردة من بيراميدز 1-0، ونزل المقاولين العرب والبلدية. هتكلم عن الزمالك وخسارته من طلائع الجيش. انا على فكرة القصة مش في خسارة الزمالك، القصة في مستوى حتى اللاعبين الصاعدين بالزمالك. هدخل عليه